22 قال عن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية. طيب اللي بيغلط في النحو شو كان ابن عمر يساوي فيه؟ اسمع 29 22. عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. يضرب ولده على اللحن، وحقيقة مما أثلج صدري أني قابلت طفلا صغيرا لا يتجاوز 5 سنوات لا يتكلم إلا بالفصيحة، ونظرت إلى والدي فإذا في الأول رجل أردني طالب علم، والثاني والزوجة امرأة عراقية صاحبة سنة أو من أهل السنة، فاتفقا فيما بينهما ألا يتكلما إلا باللغة العربية الفصيحة بين الزوجين، فانعكس ذلك على مين؟ على الأولاد، فأصبحوا لا يعرفوا يتكلموا لا عراقي ولا أردني اللهجات، وإنما يتكلموا بماذا؟ بالفصيحة. هذا إعداد لمشروع علماء. أما حضرتك ابنك بيحكي والله ما كأنه مش عربي، تتكلم معه بالعربية. كنت في إحدى البلاد الإسلامية فأوقفني رجل وزوجته، قال يا شيخ لو سمحت، فذكر مشكلة بينهما، أنا ضيف ومغترب يعني ما، فلكن أوقفوني في الطريق عشان مظهري، قال يا شيخ ما نصيحتك إلى هذه الزوجة؟ كيف سأجيبه؟ فبدأت أتكلم بالفصيحة معهما، فإذا به يقول أنت بتقول إيه؟ بقول له يا عم إحنا أقول لك إيه؟ أتكلم لك أردني مش راح تفهم، أتكلم لك في العربية مش فاهم. لما؟ لأننا أصبحنا قوما عجما لا نتقن العربية، وهكذا. فضروري أن نعيش مع لغتنا العربية وأن نفخر بها. لو أردنا أن ننظر لرأينا أن أساتذة النحو في هذا العصر من مصر، فالنحو الواضح كسح بلاد المسلمين وامتلأ، وأصبحت المقررات المدارس تأخذ من كتاب النحو الواضح وهو للأستاذ علي الجارب وهكذا. فبالتالي انظر، ومع ذلك في هذا الزمان أصبحت العامية هي المسيطرة على ألسنة الناس، فلا بد أن نتكلم بالفصيحة ما استطعنا حتى فيما بيننا. حتى الطلبة عندما أحدهم يسأل سؤالا يتكلم إيه؟ بالعامية. أو حتى عندما يجيب على سؤال يجيب إيه؟ ما هو هذا، ما هو شو هذا؟ لا يحسن أن يتكلم ب5 دقائق بالفصيحة. إياكم أن تتكلموا بالعامية معي بعد اليوم، اتباعا لوصية من؟ ابن عبد البر. نعم أنا خايف ما حدش يضل في الدرس. 29 و22 كان يضرب ولده على اللحن. فإذا إذا أردت أن أطبق هذه السنة فلا بد أني أروح اليوم وكل ولد من أولادي يتكلم باللحن ضربته، معناته راح أقضيها طول الليل والنهار ما فيش لهجتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب 33 200 2000. قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول، انظر من القائل، الشافعي إمام الدنيا في زمانه وهو إمام مستمر الإمام إلى هذا الزمان. قال أيوة، أها تريد أن تعظم قيمتك احفظ كتاب الله. و ومن طلب الفقه نبل قدره طالب علم الفقه. أيوة، ومن كتب الحديث قوي الحجة. دائما طالب علم الحديث قوي الحجة. ومن نظر في النحو رق طبعه، ولم ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. نعم.